العاصمة صنعاء لمزيد من التفاصيل عن الوضع الأمني والسياسي بين مطالب الحوثيين وتحركات الجنوب. إليك نبيل اليوسفي. نبيل؟ نعم آمال، هذا اليوم كان من المقرر أن يخرج شباب مناهضين. نعم، هل تسمعني؟ نعم أسمعك، تفضل. نعم، كان من المقرر هذا اليوم أن يخرج شباب الثورة كان من المقرر أن يخرج شباب مناهضون للحوثيين رفضا لما توصل إليه جماعة الحوثيين أمس من إمهال القوى السياسية مدة 3 أيام، غير أن جماعة الحوثيين انتشر عشرة المسلحين، كذلك سدوا جميع المنافذ المؤدية إلى ساحة التغيير بالعاصمة اليمنية صنعاء ونشروا مسلحين هناك. فلما استطاع الشباب المتظاهرون في ذات الوقت وفي هذه اللحظات خرجت مظاهرة للحوثيين الآن في مختلف شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، المتظاهرون يباركون ما خرج به المجتمعون أمس بإمهال القوى السياسية 3 أيام، ويقولون بأن هذا القرار صائب وبأن إمهال المجتمعون الذين اجتمعوا أمس إمهال القوى السياسية 3 أيام يصب في مصلحة البلاد على حسب المتظاهرين. هذا في العاصمة صنعاء. على الصعيد السياسي الآن بدأ الاجتماع بحسب مصدر في المبعوث الأممي جمال العمر، بدأ الاجتماع الآن والمفاوضات. الاجتماع خلا من المسؤول في الحزب الناصري في اليمن لأنه انسحب أمس بعد أن أمهر الحوثيون القوى السياسية 3 أيام، بلن فإنهم سيضطرون إلى تشكيل مجلس رئاسي كما يقولون، لذلك انسحب. المصدر أكد بأن اجتمع جميع الأعضاء ما عدا هذا العضو الذي يمثل الحزب الناصري. هذا على الصعيد السياسي. في محافظة عدن هذا اليوم حصلت اشتباكات ما بين القوات الأمن والجيش اليمني وما بين اللجان الشعبية. الاشتباكات أدت إلى سقوط عدد من الجرحى، حيث قامت اللجان الشعبية باستحداث نقاط تفتيش أو نقطة تفتيش هناك، ما أدى إلى قيام حملة عسكرية ووقعت الاشتباكات. في ذات الوقت وإلى جانبها محافظة لاحق وهي جنوب اليمن حصلت كذلك اشتباكات ما بين في مدينة الحوطة بمحافظة لاحق جنوب اليمن ما بين اللجان الشعبية وما بين القوات الجيش والأمن اليمني، ما أدى إلى مقتل مواطن وسقوط 4 جرحى. هذه نعم. الاشتباكات تأتي في إطار بعد ما دخل أو ما دخلت اللجان الشعبية وجاءت من محافظات شبوة وأبين، وجاءت بعد تقديم الرئيس اليمني لاستقالته، وهي تريد أن تفرض الأمر الواقع أسوة باللجان الشعبية التابعة للحوثيين هنا في محافظة صنعاء وبقية المحافظات التي سيطر عليها الحوثيون شمال اليمن. نعم. نبيل اليوسفي من صنعاء، شكرا جزيلا.